مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل، وما زلنا بننقل لحضراتكم أحداث ووقائع معركة أين الله الجزء 77، وعنوان حلقتنا الله يجسم نفسه عند الوهابية. شفنا في الحلقة اللي فاتت إزاي الشيخ علي جمعة بيجهل غلاة الحنابلة الوهابية ويقول لكل وهابي ومنهم ابن عثيمين يا مشبه يا جاهل أنت وكل غلاة الحنابلة الوهابية اللي أصلا مش بتعرفوا اللغة العربية وما تعرفوش فرق بين النصوص والتفسير، وإنهم فاهمين في مخهم إن الله عنده إيد. ونبدأ بفتوى من دار الفتوى المصري ونشوف مع بعض. وعقيدة الأزهر الشريف هي العقيدة الأشعرية، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة، والسادة الأشاعرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هم جمهور العلماء من الأمة، وهم الذين صدوا الشبهات أمام الملاحدة وغيرهم، وهم الذين التزموا بكتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبر التاريخ. زي ما شفنا فتوى الأزهر وإزاي إن الأشاعرة بيعتبروا نفسهم صمام الأمان في حفظ العقيدة الإسلامية، دول خدموا الإسلام زي الصحابة ومقامهم زي مقام الصحابة، وعشان كده الفتوى بتقول السادة الأشاعرة رضي الله عنهم وأرضاهم. وشوفوا معايا الفيديو اللي جاي. فهم يتظاهرون بماذا؟ بنص السنة، لكن شيخ الإسلام يقول إنهم لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، بل ما ازداد أمرهم إلا شدة، ما ازداد أمرهم الأمر إلا شدة، ولم ينتفع الناس بعلومهم. الشيخ ابن عثيمين بيقول للأشعارة أنتم مالكمش أي علاقة لا بالكتاب ولا بالسنة، روحوا العبوا بعيد، فما تقولش يا أشعارة تعملوا نفسكم سمعة وأن أنتم مالكوش علاقة أصلا بيها، أنتم بتتظاهروا فقط بنصرة السنة عشان تصطادوا شباب المسلمين. وابن عثيمين بيقول ما تفكروش إن ده كلامي أنا لوحدي، وبيختم الشيخ الوهابي ابن عثيمين كلامه عن السادة الأشاعرة بكلام ابن تيمية عن السادة الأشاعرة، إنهم ما نصروش الإسلام لأنهم بيتظاهروا فقط إنهم بينصروا الإسلام وما كسروش الفلسفة. ونكمل مع الشيخ ابن عثيمين ونشوف الفيديو اللي جاي. وهؤلاء كانوا يتظاهرون بنص السنة ويتسترون بالتنزيه، يقول نحن الذين ننصر السنة لأننا دافعنا المعطلة من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة من التخيل وغيرهم. وطبعا زي ما حضراتكم متابعين معايا من خلال الحلقات اللي فاتت ان سبب كل كلام الشيخ ابن عثيمين هو ان مفهوم التنزيه عند الأشاعرة مجرد تمثيلية وحاجة بيتستر بيها الأشاعرة، وده كلامهم عن تنزيه الله في مجلة الأزهر، شوفوا معايا على الشاشة. والخلاصة أنه يجب تنزيه ذاته تعالى وصفاته جل وعلا عن النقائص، ويجب تنزيه الألفاظ الموضوعة لذلك عن سوء الأدب والذهاب بها مذهب المجسمة والمشبهة، كلام لم ينصروا به الإسلام ولم يكسروا به الفلاسفة، دول بس بيتظاهروا أنهم بينصروا الإسلام. ونشوف مع حضراتكم الشيخ الدكتور عبد القادر الحسين وهو بيقول أن رأي ولاة الحنبلة الوهابية ملوش أي قيمة ولا يعبرون عن أهل السنة والجماعة لأنهم أصلاً ما كانوش من أهل السنة والجماعة. سائل يسأل لماذا أخرجت الوهابية من أهل السنة والجماعة؟ فأقول لك ومتى دخلوا في أهل السنة والجماعة حتى يخرجوا منها؟ وهنا بنشوف الأشعار الدكتور عبد القادر الحسين وهو بيرد على واحد بيسأله ليه أنت بتقول إن غلاة الحنبلة الوهابية مش من أهل السنة والجماعة، بيرد ويقول هم أصلاً ما كانوش من أهل السنة والجماعة عشان يخرجوا منها، واللي بيعتبر إن ولاة الحنبلة من أهل السنة والجماعة ده إنسان مسكين لأنه فكر إن ولاة الحنبلة الوهابية عشان يعني بيحترموا الصحابة وأمهات المؤمنين وبيحترموا أبو بكر وعمر بقوا كده من أهل السنة والجماعة. ونكمل ونشوف مع بعض هيقول إيه في الفيديو ده. إلا أنك مسكين تظن أن أهل السنة والجماعة هم من يحترمون الصحابة وأمهات المؤمنين ويحترمون عمر وأبا بكر من قبل. الشيخ عبد القادر الحسين بيقول مش أي حد بيترضى عن أمهات المؤمنين وعن الصحابة وعن أبو بكر وعمر يبقى كده من أهل السنة والجماعة، وخصوصا إن كانت عقيدته في حقيقتها كفر. عقيدة الوهابية قائمة على تجسيم الله وعلى تبعيد الله وعلى تجزيء الله، فهي عقيدة كفرية. الوهابية ضد الكفار. ونكمل ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي.
اتفق أهل السنة والجماعة على أن الله تعالى منزه عن التجسيم والتبعيض والتجزيء، ومن قال جسم لا كالأجسام فقد كفر. زي ما شفت حضراتكم الشيخ الأشعري الفاضل الدكتور عبد القادر الحسين وهو بيقول بكل وضوح إن أي حد بيقول إن الله جسم لا كالأجسام فقد كفر، وطبعا برضو اللي يقول إن لله وجه ليس كالأوجه فقد كفر، واللي يقول إن لله يد ليست كالأيدي فقد كفر، واللي يقول إن لله أصابع ليست كالأصابع فقد كفر. ونشوف الشيخ ابن عثيمين وهو بيعلن كفره حسب كلام الشيخ الأشعري الدكتور عبد القادر الحسين. وشوف مع بعض فما هو الجواب على ذلك. الآن قلنا لازم أن يكون جسما وأن يكون محدودا، نقول إذا لازم أن يكون جسما من كلام الله فليكن ذلك ونحن نؤمن به، ولكننا نقول إنه ليس كأجسام المخلوقين. زي ما شفت حضراتكم الشيخ الوهاب ابن عثيمين هو بيعلن كفر أو بيعلن إن الله جسم لك الأجسام، وياريت الشيخ ابن عثيمين بيعلن إن الله جسم لك الأجسام كما فهمنا النص. ياريت الشيخ الوهابي ابن عثيمين بيقول إحنا الوهابية بنفهم من النصوص إن الله جسم لك الأجسام، لا ده الشيخ ابن عثيمين بيقول إحنا الوهابية مش بنقول كده، ده المفهوم من لوازم النص يعني من لوازم القرآن، يعني الله هو اللي بيجسم نفسه، بس إحنا الوهابية بنقول لربنا أنت بتقول إيه عن نفسك، أنت يا الله بتجسم نفسك كده، لا كده ما يصحش يا الله، إحنا بنرفض إنك يا الله تجسم نفسك، عشان كده إحنا هنقول جسم لا كالأجسام. والكلام ده أجمع أهل السنة والجماعة اللي هم السادة الأشاعرة على إن ده كفر، واللي يقول ده يبقى كافر خارج من الملة. وشوفوا معايا الفيديو اللي جاي للشيخ عبد القادر الحسين. اتفق أهل السنة والجماعة على أن الله تعالى منزه عن التجسيم والتبعيض والتجزيء، ومن قال جسم لا كالأجسام فقد كفر. الشيخ عبد القادر الحسين بيقول إن غلاة الحنابلة الوهابية بيرفضوا الكلام ده، بيرفضوا تنزيه الله، وغلاة الحنابلة الوهابية بيعتبروا تنزيه الله عن النقائص والتجسيم والتشبيه نفاق وكذب وتلاعب بالدين، اللي هي العقيدة اللي كتبها الأصحاب في مجلته. وتابعوني الحلقة الجاية ونواصل صراع الأشاعرة مع غلاة الحنابلة، وأنتقل بكم في الحلقة القادمة. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وده ينكر بعقله، يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر.